واحد ياكل له ملحتين يشرب له مويه طوال يقول لك اقيم الصلاه. ده اول حاجه ما عنده فقه الامام ده، ما عنده فقه، لانه في غير رمضان حديث ابن عمر رضي الله عنه قال النبي عليه الصلاه والسلام اذا وضع العشاء واقيمت الصلاه قال فابدأوا بالعشاء. شوف ده في غير رمضان، يعني انت في الحاله العاديه ما بتكون ذاته جعان شديد، مين جعان خدتوا العشاء واقيمت الصلاه قال فابدأوا بالعشاء. ابن عمر رضي الله عنه راوي الحديث، الراوي بيتكلم قال وان ابن عمر لياكل في طعامه وانه ليسمع قراءه الامام. الامام بيقرا في الصلاه وابن عمر بياكل. ده هسه لو شافونا عندنا يقول لك شوف ده، بالله شوف ده، ده فقيه. شنو ده فقيه؟ انت اكل، لانه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافع الأخبثان. يعني إنسان إذا كان متضايق ببول أو غايط ما يخش الصلاة، تمشي أنت لما تقضي حاجتك وترتاح بعدك تجي، حتى لو فاتتك الجماعة ما في بس، لو أنت لكن وضعك متعسر شوية كويس، لكن لو خفيف تمشي أمورك. أما الطعام إذا كان يا أخواننا العشاء العادي تؤخر له الصلاة، أو لو أقاموها أنت وكل، فما بالك برمضان. ناس الليلة يقول لك يا مولانا نحن طبعا نظامنا هنا بلحة واحدة ونمشي نصلي ها وبعد ذاك نجي راجعين. يا أخواننا بنتبه لك صلاة زي دي؟ صلاة بوضع زي ده أفضل بنتبه لك، لأنه حيكون همه كله انه الشراب وكده، واحتمال اقول لك والله تجي غنمه يا اسطى تدفق العصير بتاعي ده، انا اموري كلها تبوظ يا اخي. ده كده صلاته كلها طلع منها. لذلك من فقه الامام، من فقه الامام، والامام هو اللي بيامر بالصلاه مو شيد الجسائر، قوم غيب الصلاه. في عندنا فوضى في كثير من مساجدنا، واحد ثاني من الطرف هنا يقول لك هاي اقيم الصلاه، وشنو انت قايله؟ الامام هو الموكل بمسألة إقامة الصلاة وتحديد وقتها، تدي الناس وقت واسع، والمغرب ما ضيق. عندنا فهم عند كثير من الناس يقول لك وايه المغرب ده ضيق وقته بس 5 دقائق، لو خليت منو اللي قال لك؟ لا ضيق ولا أي حاجة، أدي الناس ربع ساعة ولا ثلث ساعة، الدار يشرب قهوة ذات يشربها وقوم صلي، مش يعني ما في إشكال، ولو أخرت القهوة كويس كمان، بس أكل تمام اشربوا تمام انتهيتوا، تحصلوا الصلاة في المسجد. بعد ذاك عندك قهوه، عندك غيرها من الامور المباحه، ما في مشكله. بس الناس السجاير والتمباك ما دخلت فيها، بس قهوه وشاي وكذا، بس خليك في الحلال ده. تمباك ما في. في ناس بيجرسهم التمباك اكثر. صح؟ المهم يا اخواننا هذه من الفضائل. وصية القحطاني. لله قولوا كلما انشدتم رحم الاله صداك يا قحطاني.